الغزليه تزوج يوم واحد. الغزليه عطلها يجيكم من الغزليتين احدى بحال مش طعمك وبالحكومه. ابو رشيد تراها اجرائي جدا في المستشفى لا باس. قال لي الرفيز اللي نبي نروح للمجلس والقصه اللي حصل طويله عريضه. لحن واحد يقول حايل ديره بدو ولا هي قدها تماديح مديح. قلت يا اخي اللي ما يركزش بالبدو ما يشوف هدومه اللي على ظهره. كلمت من حايل قلت منهم. قال ارجوك تسمح لي والله طلعت مالي اي هدف به. قلت ما يمديك 18 رجل يسمعون كلام. وش قال وش قال وش قال وش قال هو؟ وش قال هو اول؟ يقول هذه ديره بدو حايل لا تمدحونها. اوه ويوم تكلمت قال انت من حايل؟ قلت نعم. قال والله ما قلت لي في هدف سيء وارجوك. قلت راح 18 رجل يسمعون كلامه وعطى قصيده وكان يمزح. وبعدين البدو جميع رجل ما يركزوا له بالبدو ما يشهدوا ما الاعذار. صعوبات الحياه الى كلكم لادم وادم من تراب. نعم صعوبات الحياه ثلاثه ما عصرناهم وتاريخهم موجود بحايل حاتم وزيد الخيل وعنتر وهالحايل عموم شمر وبني تميم وعنزه وقل موجودين لي بحايل كلهم في حق كلهم في حقه من الطيب. قال والله لو دريت انك من حايل اني ما افتح فمي ولا بكلمه. قلت له انا نشدني واحد قال ديرتك واقول ديره حاتم المشهور اعتق عبيده يوم شبوا لضيفها بالمودة حتى يبين النور على مقلب الديرع وشرجي عقده تلقى صحون وبنت البخور وتسمع دينين نقوره ومن تجاوبا مثل الذيابه عقب شق النور وتشهد لهم كل التواريخ اوله. نعم. تاريخ حاتم بالورق منشور. نعم. تاريخ زيد الخيل جاء لمبه وعنتر اللي مست حبال الكور حايل وهالحايل ومن به من العرب. كفو. ربيع منه للربيع يدور انشد على التاريخ يا جاه لمبه ان بك عنها واحد غيور تاريخهم واضح وكل يعرفه انشد عنه سلمى وكالقور وانشد عنه الرمان عشان انت جاهل واظن كنت ثور على الهور وجو جلديه وحبران غربهن عرين سود وبه تشوف نمور وحنا بظل اللي علينا حماهم امن ومان والعدو مقهور في ظل حكام الجزيره صقوره ترى حرار عيالهن صقور ساد الامان ربوع كل الجزيره تبدد الظلماء صارت نور العلم مجاني بكل المراحل من اول سنه لما يجي دكتور وحطوا لنا بنكين ما يعد فضلهم بنك الزراعيه وبنك بني الدور وعلاج مرضانا بلي مقابل مع وجبتين والصباح فطور ومعاشر المقعد ومن كان عاجز يصرف لهم في كل ست شهور وما صغت الطرق من كل يمه شرقه وغرب وجبلته وحدور اطرب عشا حيينهم بالمعزه والميت يسكن في جنان نهور انا اقول حايل منبع الجود والسخاء من قبل حاتم لنا بخصور يهمنا حايل وحنا عياله ولا بل الوالد يكون برور في ديره الشلقان ومجيد علني جابوه يوم انه يوم الخور جابوه لما فوق لي نمتونهم جابوه من غربي صرغ مكسور وديرت الاسلم على الحيسه تاريخهم معطيبه مذكور وذكر الحيسه كلنا نفتخر به الكل منا بذكرها فخور وراع الكساب وظيفته وعارفينه حسبت له حسبت الجزور ديرة مساجي يوم سرحان ضافوا بالذيب ما طاوع رضي الشور جر الخروف وقال للذيب مرحبا هلا ورحبوا على الميسور الذيب عود وطايحة تنسونه قطع لها الخروف والساطور والذيب الاخر عندها ام كرمينه موجود بالنادي عليها السور ياكل من حسام يقدم نزله كنا حداهم بلزله بخشور وبني تميم ديارنا هي ديارهم تاريخهم نوره يفوق النور يا مهفه بصحونهم من قليله وبيوتهم بالقيلها المعشور تاريخ بقعة من قديم وحاضر عتيبه تاريخ بقعة من قديم وحاضر نوره يفوق البدر والبلور اساعده لحل يوم مبهلقه عموما منهم قصير شبور يكفيك ما قلوبهم قبل يلملا شايع وشيخان الظفير حدور انت قامت يصدر تجاره فوق الصحون يقلط الميسور وفهد بن غسلان قال الله يذيبهم الجار حلو ولا يدير مرور هلا وبهتاش الخلا قبل عرفه متوارثينها من قديم عصور وعمها الحايل بيضة عمهم ولا اقول منهم واحد مقصور ولو بعد اللي سمعته طرالي يا عقل القلم لا يحسن مذكور ولا خصهم بالطيب من دون غيرهم كل الجمال بحملها تثور كل دير تنبح حقها من رجاله وعوذ بالله من كلام الزور الطيب من ربك قشوم وهايب للبدو واللي يسكنون الدور بهذه البيوت افهم اللي يسالني عن ديرتي تاريخها مخبور انشد بزاخي والشريف محمد هامه وصدر خاطره مكسور خسر بها خيله وندر جماعته سبعه من اللي فعلها مشهور حوشان وناصر
وزناتي كبيرة مفياض ودريس وعبد الله كبار الشهر وبيس ابو شاكر عارفين بعائله سمي بساميهم جبال وقور الكل منها مستلب ونخده من فعل ربع يوم هاك الدور على ظهور الخيل ما هي غياله بضرب الرماح اللي تفق الزور وقبورها معروفة من الحضن الرياض صناعية شمال الدور حلف في الأي دارهم عقب ما حصل ألا أنت واقع عقب نفخ الصور أعطيتنا موقز على زد عرفي ورق السماح لسان قلت قصور وجويد قال كل وعرفه وهذا تعرفي ما بها مذخور ورق السماح من الشواعر كلهم عموم لما ما بها مقصور ورق من الله راضي من سمعها كل بوده يرضي الجمهور وبات ادري لسان بالجيل قاصر لاني بقصاد واطلب من الله يوم حشر يقينني آمين. يوم الحساب وصفة الطابور وبهديه للي سمحها هدية والعموم شمر غايبة وحضور والجميع الرجل فرق الطيب والرجل الحجور يبثنا مذكور قضيت الذرفان من ينتبه له ابو خالد صرح صبور اشكر فحيمن الحجور ينابع عنكم وقولوا لها معي مشكور وتميتها 66 حدا ونصح تعبيري فانا مشروب اختامها من اللي صارت يعطيك العافيه يعطيك العافيه ابو رشيد ابو رشيد ابو رشيد الله يسعدك.